بداية أنا لاعب مؤمن البطار، لاعب منتخب فلسطين لذوي الإعاقة، الحاصل على المرتبة الثالثة على العالم والمرتبة الأولى على فلسطين في بطولة دبي الدولية 2016-2017، وكذلك ناطق إعلامي باسم اللجنة الفلسطينية للدفاع عن النفس لذوي الإعاقة، وإعلامي ومقدم برامج لدى إذاعة أمواج رياضية. بدايتي كانت في رياضة الكاراتيه طبعا بالتعاون مع مركز النور للتأهيل الناقين بصريا ونادي المشت الرياضي، كان بتاريخ شهر 8/2015. طبعا كانت الدورة لمدة أسبوعين، ولكن بعد الأسبوعين كان هناك احتفال في ومهرجان علي دوابشة اللي كان في نادي المشت الرياضي، فالكابتن حسن الراعي وجد فينا روح المصابرة والتحدي، فمن هذا المبدأ بدأ أن يكمل معنا وأصر أن يكمل معنا حتى الآن. طبعاً في 2016 حصلت المرتبة الثالثة على العالم في بطولة دبي الدولية، وكانت أول مشاركة لإلي، وللعلم كنت ألعب مع لاعبين كان عمرهم رياضي 5 سنين أو 4 سنين، وأنا كان عمري رياضي 8 شهور. وبعض الإنجازات المحلية على مستوى النادي، وكان في بطولة 2017 بطولة فلسطين حصلنا المرتبة الأولى فيها. كذلك يعني أبرز العراقيل، أكيد هناك بعض العراقيل والكثير من العراقيل التي تواجهنا كذوي إعاقة في المجتمع، كان من المفترض أن نشارك في بطولة في نابلس في 2016 شهر 8، ولكن تم رفض من الجانب الإسرائيلي، ولم نعلم لماذا تم رفضنا من الجانب الإسرائيلي. وكذلك كانت لنا مشاركة في الجمهورية العربية المصرية، ولكن كذلك كنا في على مدة 24 ساعة في الصالة المصرية، ولكن تم استرجاعنا كذلك من قبل الجانب المصري بحجة لا يوجد تنسيق. ولكن رغم ذلك نحن متواصلين، رغم كل العراقيل والمعوقات سنبقى متواصلين لتحقيق الحلم بإذن الله عز وجل. الكابتن حسن الراعي مدير أكاديمية نادي المشت الرياضي ورئيس اللجنة الفلسطينية للدفاع عن النفس للأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا فكرة تدريب الفدية المكفوفين كانت فكرة رائدة، في فكرة جديدة ورائدة في المجتمع الفلسطيني بل في الشرق الأوسط. طبعا عملت مبادرات شخصية وأسست أول فريق لتدريب فئة المكفوفين في رياضة الكاراتيه، وكانت تجربة ناجحة جدا، وشاركنا فيها في عدة بطولات وطنية ومحلية، ومن ثم انتقلنا للمشاركات الدولية. وفي عام 2016 حصلنا أيضا على الميدالية البرونزية المستوى الثالث على العالم عبر اللاعب الكفيف مؤمن البطار. وبعد هذه الفكرة بدأنا في تأسيس عدة فرق رياضية، وزاد عدد المكفوفين لوصل عندنا الآن عدد اللاعبين اللي بيمارسوا هذه الرياضة ورياضات أخرى في ألعاب الدفاع عن النفس مثل رياضة الجودو ورياضة التايكواندو للأشخاص ذوي الإعاقة، عدد 18 لاعب تقريبا. وإحنا بنحلم لتأسيس منتخب لفلسطين قوي في كافة المستويات للأشخاص ذوي الإعاقة من كافة الإعاقات لتمثيل فلسطين وتحقيق نماذج مشرفة لفلسطين كما حقق اللاعب مؤمن البطار. ونتمنى طبعا أن كل المعيقات اللي موجودة أمام أحلام هؤلاء الأبطال أن تزال، نتمنى أن يكون في لهم رعاية رسمية عبر المؤسسات الرياضية الرسمية والمؤسسات الخاصة، نتمنى يكون الاستثمار في الإنسان، الاستثمار في صناعة الأبطال، صناعة الأمل والنور لهؤلاء الأبطال، لأن هؤلاء الأبطال جزء أساسي من المجتمع الفلسطيني وشريحة مهمة في المجتمع الفلسطيني، لابد أن تقدم لها كل وسائل الدعم والمساندة لكي يصلوا إلى الحلم ويحققوا الحلم، وبهذا نكون بنينا منتخب فلسطيني قوي وقادر على تمثيل فلسطين وتشريفها في كافة المحافل العربية والدولية. النصيحة لأصحاب الإرادة، النصيحة لأصحاب الإعاقة طبعا، أكيد كل واحد عنده طموح، أكيد كل واحد عنده شيء حاب يقدمه، ولكن المجتمع هو بحاول يطمس هذه الطموحات ويطمس هذه الأشياء. إحنا نقول لهم كذوي إعاقة يعني عصرنا وبدأنا في المجتمع وشاركنا المجتمع، نحن نقول لهم اعملوا كل
شيء، لأن المجتمع الآن بدأ واعي تماما لهذه الشريحة ولهذه الفئة، وأن الإعاقة لا تلغي الطاقة بكل تأكيد يسير على هذه المقولة، وأن نقول لا يوجد إنسان معاق بل يوجد مجتمع معيق. يجب أن نكون أكبر من هذا المجتمع حتى نصل إلى طموحنا ونصل إلى عزيمتنا وإرادتنا وبإذن الله عز وجل.